السلام عليكم. تخرجتم حفظكم الله من الابتدائية تقريبا عام 1371. نعم. بعدها التحقتم بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373. نعم. خلال هذه الفترة كيف استفدتم منها؟ استفدنا منها مواصلة الدراسة في المقررات، وفي بريدة كنت أحضر دروس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وشاركت في بعض الجلسات عليه، إلا أني مشغول بالدراسة النظامية فأكتفي في الغالب بحضور الدروس والاستماع إليها، فاستفدت منه كثيرا رحمه الله. نعم.